خلاص الكرة الخطأ والهدف الثاني وبيقول وضرب الجزاء ضرب الجزاء انفرد ماجد عبد الله من خطأ من مدافع الاتحاد بعد أن أخطأ في ترجيعه استفاد منها ماجد عبد الله وينفرد لحارس المرمى اللي حاول يلتقط الكرة إلا أنه عاق في هذه اللحظة بحارس مهاجم النصر ماجد عبد الله واللي حاول يسجل هذا الهدف ويزيد رصيده من الاهداف. شوف الإعادة لما انقطعت الكرة وماجد عبد الله ولكن كان في ضربة جزاء ضربة جزاء محمد فريج ارتكب خطأ كبير حقيقة. شوف الإعادة ضربة الجزاء راحت اللعيب حارس حكم المباراة وضربة جزاء كانت ضايعة للاتحاد. راح اشوف ضربة الجزاء على وين راح اشوف ضربة الجزاء راح اشوف ضربة الجزاء لعب ويسجلها ماجد عبد الله ويسجلها ماجد عبد الله اثنين ماجد